مستوي. مدينة القصير 4/4/2012. هذا المنزل تحول إلى كومة من الركام نتيجة القصف العشوائي من قبل كتائب أسد بقذائف هاون دبابات 72 والصواريخ. انظروا إلى هذا الصاروخ. ماذا فعل بهذا المنزل؟ هذا المنزل تسكنه عائلة يتيمة، الأب، ولكن بفضل إصلاحات كتائب أسد تحول هذا المنزل إلى كومة من الركام وأصبحت العائلة يتيمة الأب والمسكن. هذه المدينة ما زالت تتعرض للقصف العشوائي منذ أكثر من 20 يوما، والعالم ما زال يقف موقف المتفرج.